طلع الحلو واقف على الناس كلها، الناس بتجي شغل، الشباب كله قاعد على القهوه. بص حضرتك على القهوه كده، الناس كل الشباب كله قاعد على القهوه مش لاقي شغل بسبب غلاء الاسعار، كل حاجه غاليه، محدش لاقي شغل. حتى المؤاخذه الواحد بيقعد على القهوه بيشرب كوبايه شاي ب 2 3 جنيه ولا 4 جنيه، محدش لاقي شغل خالص. اكيد من الناس، هو غلاء الاسعار ده جاي من التجار، هي التجار هي اللي عامله غلاء الاسعار. والله اللي عايز شغل هيلاقي في شغل، بس الشباب برضه مش عايز يشتغل. انا بشوف نسبه كبيره قوي من سبب البطاله هم الشباب نفسهم. في شباب كتير جدا في فرص عمل ليهم بس ما بيرضوش يشتغلوا. يعني مش هنقول ان البطاله كلها سببها الدوله او ما فيش شغل، لا شغل كتير وموجود مجالات كبير قوي للشغل، بس احنا عندنا الشباب برضه يعني متدلع شويه. الشباب لو في فرصه عمل ليه في محافظه تانية وممكن يكون بمبلغ كويس، لا ما يقدرش يسيب بابا ويسيب ماما ويسيب البيت ويسيب اصحابه في المنطقه ويروح يشتغل بعيد مثلا يتغرب. انا اول ما كنت شاب صغير اول ما اتعينت كان مرتبي حوالي 115 جنيه 120 جنيه، الكلام ده كان في اوائل الالفينات، ومع ذلك اشتغلت وعافرت وكنت بشتغل وظيفه بعد الظهر واتجوزت وخلفت بالمبلغ الصغير ده، لغايه دلوقتي مرتبي لسه صغير وبرضه بنشتغل شغلانه ثانيه وثالثه عشان نعمل بيت وعشان اربي اولاد. لكن الشباب مش عايز كده، الشاب دلوقتي بيتخرج من الجامعه عايز وظيفه ما تقلش عن 10,000 جنيه في الشهر، عايز مكتب، عايز عربيه، والشركه اللي اشتغلت توفر له عربيه عشان الانتقالات. لكن يا اما كده يا اما يقعد على القهوه ويكلف الدوله فلوس ومصاريف ويكلف اهله فلوس ومصاريف ومش عايز يشتغل. المشكله دلوقتي ان حتى لو في شغل الشباب دلوقتي مش عايز يشتغل بمبالغ قليله، يعني على حال الدنيا، يعني واحد يقول له مثلا 1200 ولا 1000 جنيه يقول له لا، مع ان انا شايفها ان لازم. انا بدايتي كنت بشتغل وانا طالب، فلازم اشتغل، الشغل بيجيب شغل، انما طول ما انا قاعد ما بشتغلش ما فيش. اشتغل حتى لو اشتغل، انا مستعد دلوقتي ان انا اشتغل، بس كل ما تروح تشتغل دلوقتي يقول لك سنك خلاص، ما فيش سن. الحياه غاليه والمصاريف كتيره، لكن انا بقول للشباب ابدا بالصغير، هتلاقي الكبير هتوصل، هتاخد خبره. النهارده لما تشتغل في المجال انت محاسب مثلا واشتغلت سنه او اتنين اخدت خبره، ممكن تتنقل لمكان تاني، انما طول ما انت عايز حته معينه مش هتلاقي. هي صنعتي اساسا الاساسيه صنايع رخام، فبقالي سنتين مش شغال لان الاسعار كلها بتاعت الرخام ارتفعت واليوميات كلها بتبقى قليله وفي النازل، فمع الاسعار ومع القله بتاعت زياده الاسعار والقله بتاعت اليوميات، فانا بالتالي ايه، فحرام عليا ان انا اشتغل اكتر من مجهودي ماشي وانا مش لاقي فلوس وانا يوميتي قليل. انا حاولت كتير وحاولت ان انا اتوظف برضه، بس للاسف ان انا كل ما اروح مكان عشان اتوظف بيقولوا لي مرتبات ما تنفعش في الوقت الحالي اللي احنا فيه. يعني انا مثلا لما اروح اتوظف في شركه خاصه او عامه او حكوميه بيقول لي المرتب مثلا 1200 جنيه 1500 جنيه مع غلو الاسعار اللي احنا فيها دوت ماشي، فمش هعرف اعيش. 500 جنيه يا فندم، 500 جنيه تعمل ايه النهارده؟ النهارده بص السلع زادت 100%، هاجي اقول لواحد خد 1000 جنيه هتعمل بيه ال 1000 جنيه؟ مش هتعمل له حاجه ال 1000 جنيه. السبب ان مفيش شغل. اي حد مثلا لو رحت شركه يقول لك ب 1200 جنيه، طب 1200 جنيه هياكلوا عيش؟ خدي بند، هل هتدفع منهم ايجارك؟ خدي بند، لو معاك عيال في مدارس هل هتعرف تدخل عيالك المدارس وتصرف عليهم؟ تمام؟ شغل الشرابات او باي شغل تاني ايا كان او ب 1200 جنيه؟ فين الشغل؟ مفيش شغل. انا راجل خريج سياحه وفنادق. كل ما اروح شركه يقول لي شغلك ب 600 جنيه غير الحوافز غير البدلات غير الانتقالات، تمام؟ يخش لك ب 1200 1300، يعني بالسيستم كله ممكن 1500 جنيه بالتبس بتاعك. طب هل 1500 جنيه هتقدر تدفع ايجارك؟ ترف يعني ترفع ايجارك تاكل وتشرب انت وعيالك وتكسيهم؟ انا رحت مطعم قلت لهم انا خريج سياحه وفنادق اسمه مطعم اشتغل، عايز اشتغل مع عندكم، تمام؟ طالبين ناس؟ قالوا لي طالبين ناس، تمام. قالوا لي بس احنا مش عايزين دلوقتي في التخصص بتاعك. طب يا جماعه، طب لو عندكم شغل شغلوني. قالوا لي ممكن تيجي تقف على الحمامات، ينفع؟ معلش يعني ينفع؟ ما ينفعش واحد خريج سياحه وفنادق يقف على الحمامات؟ ما ينفعش يقف على الحمامات. يقف على الحمامات يعمل ايه؟ ياخد جنيه وجنيه ونص من زبون اللي دخل واللي خارج؟ ما ينفعش. دبلوم صناعه. اقف على الحمامات ينفع؟ ايوه ينفع. ايوه ينفع نشتغل اي حاجه. ليه كلنا عايزين نشتغل موظفين بمرتب؟
بتقول لك عشان هي بقى مذيعه ومش حاسه. انا لو قلت لك على الشغلانات اللي انا اشتغلتها في حياتي من وانا عندي 16 سنه، انا في الصيف كنت اجي في الحته اللي بنصيف فيها. انا مره، عارفين الناس اللي هي بتبقى قاعده على ترابيزه على جنب كده وحاطه دفتر وبتاخد طلبات سندوتشات، كنت شغاله انا، مش هقول لكم في مطعم لا، يعني كنت جامعه امريكيه وكنت كل حاجه وبتاع وداخله اول سنه خلاص ثانويه عامه وداخله جامعه امريكيه، ورحت اشتغلت اللي هي ان انا عايز سندوتشين كبده، عايز سندوتشين مخ كده انا، واشتغلت حاجات كتير قوي تانية ملهاش اي علاقه بتخصصي. مش كنت عايزه اشتغل اي حاجه، والشغلانات كلها كنت عايزه شهادات وما كانش معايا لسه شهاده.